بس قبل ما نبدأ الفيديو انا عايز اوريكم مفاجأة. دي المفاجأة يا جماعة، اللي انا جبنا كاميرا وجبنا كل حاجة عشان نطور من المحتوى، وان شاء الله اي حد عنده مكان يكلمنا على طول وتابع الفيديوهات الجديدة، عشان الفيديوهات الجديدة هتبقى دمار، هتبقى ضرب نار. يلا بقى نبدأ ايه الفيديو بتاعك. طيب هو مبدئيا يا جماعة مثلا بلطيم بالنهار مفهوش اي حاجة غير الضوء البحر واللسان، وانك تقعد على اللسان حاجة تانية مش موجودة. بس المية ولا حلوة ولا وحشة، بس من وجهة نظر انا ما بحبهاش، بس حلاوتها اللي انت بتلاقي اهلك وناسك واصحابك والدنيا بتبقى جميلة، يعني الهزار والضحك وكده. بس كمية ما برتاحلهاش خالص ومش بحبها بصراحة. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.